صباح الخير أعزائي المشاهدين، إحنا اليوم في منطقة المنارة، في عنا زيارة لسعيد كعوش. أنا ما ححكي كتير عن سعيد، حخليكم أنتوا تتابعونا لحتى تشوفوا مين هو سعيد كعوش وكيف حياة سعيد كعوش. تفضلوا معنا. اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا. صباح النور. سعيد اهلا. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. اهلا وسهلا. خير، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. احنا اليوم سعيد طبعا حنعيش معك نهارك في بيتك في شغلك، وانت عم بتسوق السياره لحتى نفرجي الناس قد ايه انه انت انسان عندك اراده وعندك عزيمه، وما في فرق بينك وبين الانسان الطبيعي، وبتقدر تعيش حياتك بالشكل الطبيعي مثل البشر. جاهز؟ طبعا. الموضوع الاول اللي انا بيهمني سعيد نحكي فيه لحتى الناس تعرف سعيد كعوش اكثر. احكي لنا عن اعاقتك، ايش نوع الاعاقه اللي عندك؟ هلا الاعاقه اللي عندي هي اعاقه حركيه، يعني منذ الولاده. تمام. اكتشفناها بعد سنه تقريبا، صار معي هشاشة عظام، صار بعدها تشوه خلقي بسبب هشاشة العظام. فبالبداية يعني استغربت شوي من الكرسي، وعشت معه فترات يعني صعبة. أأشر لتاكسي، شوف الكرسي وشوف سعيد، ما يرضى. يعني صار في عندي حزين انه انا، طب ليش هيك انت بتعاملني يا التاكسي؟ عشان الكرسي مره ما اشر له. ايوه ما اكيد طبعا. هاي يعني مشكله بتواجه كل ذوي الاعاقه. هلا شغلي كمان الحمد لله، يعني بعد السواقه قدرت اني الاقي شغل تمام عند شركه خاصه تقبلوني فيها برحب وسعه، يعني مديري العام تمام، وحكالي انتو الاشخاص اللي بتندعموا، اللي بندعمكم واللي عارفين انه منكم طاقة كبيرة وراح تنجز بشغلك وبعملك. على الصعيد الشخصي حابين شوي نعرف عن امور حياتك. تمام. هلا الصعيد الشخصي هي حياة. انا سمعت اكيد هلا بعض الاحاديث انه سعيد في عنده جانب شخصي في حياته خاص، حابب نعرف اكثر عنه. زمان من تقريبا ما يقارب فتره راح قررت اني ابني اسره مثلي مثل اي انسان. طبعا تعرفت على انسانه يعني مثلنا احنا ذوي الاعاقه خاصه، انه لازم احنا نباشر بالشخص المقابلنا، يعني انه نقترح عليه انا بقدر اجي اتقدم لحضرتكم وكذا، ما عندي مشكله. طبعا كل احترام لشخصك. وتقبلت الصبيه ما شاء الله عنها. اخذنا موعد على مقابله الاهل. الاهل ما في مشكله، استقبلونا طبعا كشخص سعيد، شخص يعني ما بدي احكي لك عادي، ما بيعرفوا عن علاقه عن اعاقه سعيد. تمام. ايه اوكي وصلنا وما في مشكله، استقبلونا. كانت طبعا على وجوههم التفاجؤ، يعني متفاجئين انه شو الانسان هذا اللي دخل علينا. مش ما طلعوا على سعيد، طلعوا على كرسي سعيد. استقبلوني، انا ما بحكي لا ما انكر، وبكل احترام وخلق قاموا باستضافتنا اللي هو بقهوتنا زي ما بنحكي. شرحت لهم عن حالتي، شرحت لهم عن ظروفي الخاصه انه بشغلي وكامل. وكانت بعدها ان شاء الله مرد خبر. بعدها طبعا اجت الرد انه هو عدم موافقه. هل سعيد كعوش مؤهل للزواج؟
أكيد مؤهل للزواج طبعا بإذن الله، طبعا كله بإذن الله، أنا مؤهل للزواج طبيا. مش هو خوفه من زواج بنته لإلك؟ نظرة المجتمع، نظرة المجتمع بالدرجة لبنته الأساسية. أكيد طبعا طبعا أكيد، كل شخص عنده طاقة إيجابية، كل شخص على الكون عنده طاقة إيجابية، بس اللي فينا يقدر يظهرها للمجتمع. سعيد من أروع الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك. سعيد هو عبارة عن أخ، شخص تلجأ له بطريقة غير مباشرة، بيعالج لك حتى مشاكلك الشخصية البعيدة عن إطار العمل. من أول ما بلش كان بداوم عندنا في قسم الصيانة بالكول سنتر، وأبدى كفاءة وكان من إحدى الأشخاص المتميزين عندنا بالشركة. سعيد هو من أفضل الموظفين عندنا بالشركة، لأنه عن بعض الموظفين كلهم طاقة إيجابية بالفرع، وسعيد كثير إنسان محبوب سواء بالشغل وبرا الشغل. وشغل هيك عجبتني عن سعيد، إنه أحياناً بيطلع مع الزبائن وبيبيعهم، بيساعد الشباب اللي بالمعارض كموظف مبيعات أيضاً. ذوي الإعاقة إنسان كسائر البشر، إنسان طبيعي عنده مشاعر، عنده طموح، عنده أحاسيس، بده عليه واجبات وإله واجبات، إله حقوق وعليه حقوق. ياريت نغير نظرية هذا المجتمع اتجاهه. بنواجه مشاكل بحياتنا كثيرة وعوائق أكثر بيئية ومجتمعية، ياريت نتغير باتجاه هذا الشخص. هذا الشخص عنده طموح، وأكيد طموحي أنا وهو كل شخص عنده إعاقة كبيرة وما بتخلص وما إلها نهاية.